آيات في القرآن الكريم تجلب لك الرزق والفرج وتبعد عنك الفقر. دعونا لننطق. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. من منا لا يسعى دائما لأن يزيد رزقه؟ من في الكون لا يطلب من الله أن يعطيه وفرة وسعة في رزقه؟ جميع البشر يجتهدون ويقضون معظم حياتهم ويفنون أعمارهم سعيا وبحثا عن المال وعن زيادة أرزاقهم، وهناك من يرى أن رزقه قليل مما يجعله يشعر بالقرب الشديد والضيق ولا يرى سعادة حوله، ولكنه لا يدري أن الله قد قسم رزقه وأعطانا مفاتيح من الكتاب الكريم ليزيد أرزاقنا ويبارك لنا فيها. آيات قرآنية لجلب الرزق. القرآن الكريم كلام الله عز وجل، به الكثير من الأسرار والإعجاز الذي جعله الله لنا دليلا ومخرجا من كل ضيق وشفاء من كل سقم. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وبهذا فإن من الآيات القرآنية يجد الإنسان كل خير والفرج من الضيق والعلاج من الأمراض الظاهر منها والخفي. ومن الآيات أيضا مفاتيح للرزق وزيادته، وصايا الرسول لآيات جلب الرزق والبعد عن الفقر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ كل ليلة إذا وقعت الواقعة لم يصبه فقرا أبدا. وهو دليل مؤكد بأن فضل قراءة سورة الواقعة كل ليلة يقي الإنسان وقوعه بالفقر وما يأتي من ورائه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ كل ليلة لا أقسم بيوم القيامة لقي الله يوم القيامة ووجهه كقمر ليلة البدر. كما قال الحبيب المصطفى عن أنس بن مالك: علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى. وبعد وصايا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نحرص على قراءة سورة الواقعة كل ليلة بكامل اليقين والإيمان أنه لن يصيبنا الفقر، وهو كلام الذي لا ينطق عن الهوى. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة وأسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. صدقت يا رسول الله. عزيزي المشاهد، عليك بقراءة القرآن وبالأخص قراءة سورة الواقعة، فإنها المنجية من الفقر. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو ليصل إلى الجميع.